حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا، برنامج الوسم اللي وصل إلى الحلقة رقم 200 ساعة تلفزيونية في برنامج الوسم على شاشة قناة الأيام الفضائية. وأكيد 200 حلقة احنا نفس الكلام ونفس اللي النصائح اللي نوجهها ونفس المواضيع اللي دائما ما تظهر في برامجنا، ودائما ما يكون رأينا واحد ونصائحنا وكلامنا واحدة لكلمة الحق والكلام الحر اللي ما أعتقد أحد بيكم في يوم من الأيام أشكل على هذا الموضوع. وأيضا نمدح الشغلات الإيجابية وبنفس الوقت نسلط الضوء على السلبيات لأجل معالجة هذه الأخطاء. النقد دائما ما يكون نقد بناء وليس نقد هدام، وكلكم تعرفون خلال هذه الحلقات ما فد يوم أسئنا لأحد إلا إذا كان هو يستحق الإساءة، يعني مثلا أشخاص أجلكم الله نفس النتنياهو، هذا نسيله طبعا لأن هذا هو يعني هو يستحق الإساءة. زين، أما إذا غير ناس لا والله إحنا ما نسيلهم مثل ما تعرفون. على العموم هذه الحلقة لازلنا في موضوع غزة وموضوع فلسطين، لأن هذا الموضوع هو الموضوع الأبرز في العالم، الأبرز في كل المواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، هو موضوع فلسطين اللي دائما ما نتحدث به ودائما ما تكون كلامنا في هذا الموضوع هو لنصرة القضية الفلسطينية ونصرة الأخوان في فلسطين. طبعا اكو ناس قذرين امثال النتن ياهو اللي ظهر امامكم بالصورة، هذا القذر هذا اكيد تعرفون انتو نهايته شنو، يعني اكيد 100% نهايته معروفة وحتمية بكل تأكيد. بنفس الوقت اكو ناس يعني من عامة الناس راح يكونون مع هذا النتنياهو، اكو صهاينة عرب وصهاينة راح ينحشرون مع هذا النتنياهو. ليش؟ اليوم اللي يتكلم بكلمة حق اللي يناصر القضية الفلسطينية اللي يعني ما اعرف شنو اوصف لكم اياه، بس الانسان النظيف من داخله اللي ما يكذب هذا هو الشخص اللي خليه على صفحه، هذا الزين مبين. اما الصهاينه وصهاينه العرب اللي يدافعون على 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 انتهاكات الكيان الصهيوني القذر، اللي يبررون الانتهاكات، اللي يسوون ما يسوون من شغلات معيبه، هذول هم اللي راح ينحشرون مع هذا القذر النتن ياهو. خلينا نشوف موضوعنا الأول في هذه الفقرة، لماذا يحشر بعض عوام الناس مع نتن ياهو، مع هذا النتن ياهو. يقول لك عوام الناس الذين لا شغل لهم بأحد، لربما تعرف من حولك أناسا يحاولون التزام الصمت والنأي بأنفسهم عن الجرائم التي ترتكب في فلسطين. لسان حال بعض هؤلاء هو إننا نعيش حياتنا العادية في ركن من هذا العالم ولا شغل لنا بأحد، وطالما لم يتدخل أحد في حياتنا فإننا مواطنون طيبون لا نذنب، وإن الله راض عنا، نحن لا نسعى وراء وجع الرأس. هذا كلام معين. بعدها ماذا يقول القرآن الكريم؟ لكن هل هذه حقا ذرائع وجيهة؟ دعونا نوجه سؤالنا هذا إلى القرآن الكريم حين يروي الله تعالى قصة مقتل ناقة نبي الله صالح عليه السلام في سورة الشمس، يستعمل ضمير الجميع فيقول فعقروها، في حين أن الذي عقر الناقة شخص واحد، فلماذا يتكلم الله بهذا الأسلوب؟
يبين أمير المؤمنين عليه السلام هذا المعنى في نهج البلاغة، فيقول: وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. يعني ممكن بسبب شخص واحد، بسبب شخص واحد أنت ممكن راح وراضي عليه وساكت، فأنت راح تكون شيطان أخرس. الساكت عن الحق شيطان أخرس. فهذا هذا خير تفسير نهج البلاغة الخطبة 201. أي إن الله أنزل العذاب على قوم ثمود جميعا لأنهم رضوا بفعلة الرجل الذي عقر الناقة فعقروها، في حين إن الذي عقر الناقة شخص واحد، فلماذا يتكلم الله بهذا الأسلوب؟ يعني واحد عم على الكل، واضح المعنى. هذه قصة من القصص اللي نريد نرويها لكم. إنكم شركاء في الجريمة، ذكرتني هذه في مقولة بأحد الأفلام للراحل أحمد زكي الممثل، يقول: كلنا مجرمون. يبي يعني حاكي القاضي يقول له: كلنا مجرمون، كلنا مجرمون. نعم نعم، حقيقة وواقع. إنكم شركاء في الجريمة. كيف تكون شركاء في الجريمة؟ يكشف هذا المنطق عن الحسابات الإلهية، وهو إنه إذا رضيت جماعة بفعل ما أو سكت أزاء حدث فلم تتكلم ولم تقم بعمل ما، فسيكتب هذا الفعل في صحيفة أعمال أصحابها وسينالون عقابه حتى وإن لم يفعلوه بأنفسهم. بالضبط كما أن ناقة صالح عقرها شخص واحد، فقال الله تعالى: فعقروها جميعا. آية عجيبة. وجاء في آية قرآنية أخرى عجيبة حقا، إن بعض أهل النار يقولون: إلهي نحن كنا ضعفاء وقد أضلنا مستكبرون وكبراؤنا، فعذبهم ضعف عذابنا. فيجيبهم الله: هم وأنتم سأعذبكم ضعفا من العذاب. يعني قوسين: ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف. الأعراف الآية 38. بعدين أقولكم شنو المغزى من هذا الكلام. لماذا رضختم للظلم؟ معنى هذا أن الظلم ليس هو وحده المحرم في ديننا، بل إن مهابة الجبابرة والانبهار أمام كل فضل وعلوم هو الآخر محظور. المذعورون أيضا سيسألون: لماذا رضيتم بكلام الظلمة؟ ما سبب وهنكم لماذا رضختم للظلم؟ فالظالم والمظلوم والمضل والضال كلاهما يعذب ضعف العذاب. معنى هذا أنه لا يحق لأحد أن يقبع في ضعفه ويقول: لم أستوعب ما يجري ولم أكن أقوى على شيء، بل عليه أن يفعل شيئا. طبعا بالخلاصة، ما كل مستضعف ممدوح. المستضعفون في القرآن على نوعين: الأول هم من رضخوا للظلم، والثاني هم من لم يرضخوا له. وأن المستضعفين الممدوحين في القرآن الكريم والذين يعرفهم بأنهم سيرثون الأرض فيما بعد هم من النوع الثاني. كيف ستكون عاقبة الساكتين الصامتين؟ نعود إلى السؤال الأول. يتضح لنا الآن أن الذين يسايرون الظلمة بسكوتهم
ورضاهم سينتظرهم بحسب القرآن الكريم مصير الظلم نفسه، وأن الذين يهابون أصحاب القوة والسلطة سينالون معهم ضعف العذاب. هذه القصة كلها حتى نوصل إلى شيء معين. شنو هذا الشيء المعين؟ إنه اللي يعني اللي ساير وساكت عن الجرائم اللي جاي تصير في فلسطين وفي غزة مصيره الظلمة نفسه، يعني مصيره إنه أيضا يتحاسب وياهم. واللي يهابون أصحاب القوى والسلطة يعني اللي ما يقدر يحكي خوفا من هذولة فراح ينال ضعف العذاب مع هؤلاء. يعني إذا كنت أنت من الأشخاص اللي ساكت وما له علاقة، فأنت ساكت عن الحق، فأنت شيطان أخرس، فأنت راح تتعذب. أما اللي خاف يحكي من وراء هذولة واللي ساكت وراضي بهذا الموضوع فراح يتعذب مثلهم ضعف العذاب. يا أخوان حتى نوضح لكم أكثر، خلي أسولف وياكم بشكل مستفيض. هذا الموضوع يا أخوتي هو حتى نتكلم أكثر، هو واضح وصريح أنه اليوم في غزة في فلسطين اللي جاي يصير لا يستوعب عقل ولا منطق ولا شيء بالدنيا، ما جاي يستوعب شيء. هذا الموضوع أنت يا تكون كلمتك مع فلسطين ومع غزة ومع ما يحصل من قتل للنساء والأطفال، من قصف للمنازل والمستشفيات والمدارس، من حرمان من الماء والكهرباء والطعام ومستلزمات والعلاجات والأدوية اللي جاي يصير حاليا في غزة وفي فلسطين. مو يطلع لي مراسل يقول استشهاد ورا شوية يتذكر عفوا وفاة، والله من أمداك ومدى قناتك ومدى لمشغلك ومدى اللي لزمك مايك وخلاك ورا الكاميرا وخلاك تطلع بتقرير. وين ضميرك؟ وين إنسانيتك؟ وين مهنيتك؟ أبنائك وأخوتك وأهلك وناسك جاي يستشهدون بالقصف الإسرائيلي وانت تقول استشهاد، بعدين تتذكر انه والله القناة عندها ذولا وفاة فاحنا عفوا وفاة، انت وقناتك الى مزبلة التاريخ، انت وقناتك الى مزبلة التاريخ. واكررها، اللي ما ينصر فلسطين وما ينصر غزة باكر عقبه راح نذكر في مزبلة التاريخ. زين، نواصل حديثنا في هذا الموضوع. في مصر اكو ترند رائج منذ ايام، هذا الترند هو الحياة يا تعيشها مثل محمد سلام يا تعيشها مثل بيومي فؤاد. شنو معنى هذا الكلام؟ يا تعيشها مثل محمد سلام يا تعيشها مثل بيومي فؤاد. راح اسولف لكم القصة وافهمكم تفاصيلها. اللي هذا القصة طبعا احنا تناولنا التفاصيل في حلقة سابقة، ولكن اللي استجد انه هذا الشخص اللي اسمه بيومي فؤاد. بيومي فؤاد ممثل مصري يمثل مسرح وسينما وتلفزيون، وعنده الكثير من الأعمال والأعمال. تتذكرون من طلع فيديو للممثل الأول محمد سلام اللي هو قال أني ما أقدر أروح إلى السعودية إلى موسم الرياض وأمثل وأرقص وأغني وأسوي المسرحية، لأنه أنا كنت منتظر أنه هي راح تتأجل بسبب الأحداث اللي جاي تصير بغزة، ولكن الآن ما أقدر أسوي هاي الشغلات وأهلنا في فلسطين جاي ينقتلون يوميا ويستشهدون يوميا على أيادي الكيان الصهيوني. فالولد بكل أدب وبكل يعني أريح يعتذر عن الموضوع وقال آني اعتذر وما اقدر. وطبعا اللي خلينا من احنا انه مناصرين القضيه، خلي اذا نوقف على الحياد فهاي وجهه نظره محترمه، وهو انسان حر لم يضر احد، لم يسيء الى احد، لم يمنع زملائه من الذهاب، بل هو قرر بنفسه انه انا ما اريد اطلع، ما اقدر اروح اضحك وضحك الناس واني من قهر واشوف
اخواننا في فلسطين من النساء والاطفال وهذا ينقتلون ويستشهدون. كلام طبيعي. اما اذا اجي من شغله انه انا مناصر القضيه فهذا اللي سواه هو للتاريخ، للتاريخ. هذه نقطة للتاريخ. نسف كل شخص متخاذل. على العموم احنا حكينا بهذا الموضوع ومدحنا محمد سلام. اللي صار بيومي فؤاد راح سوى المسرحية اللي هو على اساس يشتغل ويا بيومي فؤاد في هذه المسرحية. المسرحية في السعودية في موسم الرياض، موسم الرياض كنا نعرف يجيبون بيه حفلات ومطربين واغاني ومسرحيات وهيوان طو وهويانا والدرب بعيد. زين، فهذا الموضوع اللي نتحدث عنه. فبموسم الرياض راح بيومي فؤاد وراح اتكلم يعني بعد ما خلصت المسرحيه، وشايفين من يجون يوقفون على الستيج مرات واحد يوجه يعني هسه تعاد الامام يا بيومي فؤاد وتريد توجه كلمه انت منو. المهم طلع بكلام شكو واحد مصري، شكو واحد عربي، شكو واحد مناصر لو ما مناصر القضية الفلسطينية، سب وغلط عليه وقاطعه. زين، المقاطعة مو فقط انه قاطع افلامه ومسلسلاته وبرامجه وهاي السوالف ومسرحيات، حتى نبشوا وقالوا عند مطعم في فلان منطقة حتى هذا المطعم تقاطعه. يعني لو ما حاكي احسن لك. هو ليش قاطعه وليش سوى وليش هذا صعد ترند؟ لانه اساء الى زميله. قالوا له عم انت لو رايح مصور وساكت وراجع ما حد يحكي وياك، هذا هو. بس انت خلصت المسرحيه وجيت سئت لي الممثل الاول اللي هو محمد سلام، فالحياه يتعيشها زي محمد سلام يتعيش مثل بيومي فؤاد. بيومي فؤاد اصبح الان يضرب به المثل ب ما اعرف شنو احكي لكم اياها بالعراقي، بس هم يقولون يعني ما اعرف المصريين عندهم كلمات ما. المهم يضرب به المثل ب كلب المال اجلكم الله، يضرب به المثل ب التخاذل، يعني كل هذه الامور، الكذاب، التملق، كل هذه الامور اصبحت لدى بيومي فؤاد تضرب بها الامثال. يعني من يقول بيومي فؤاد ده كذاب، ده متملق، ده ما ادري شنو، هيك يظلون يحكون. اما محمد سلام، محمد سلام اللي هو رفض انه يروح لهذه المسرحيه، يضرب به المثل بالشرف، النزاهه، يعني هاي الشغلات اللي الروحيه اللي حكى بيها اصبحت تضرب بها الامثال. فالحياه يا مشاهدينا الكرام، يا اما تعيشها زي محمد سلام او بيومي فؤاد. يعني يا تعيشها نفس هذا الرجل او تعيشها نفس هذا الرجل. وانا اقول يا بيومي فؤاد كلش زايده منك هاي اللي طلعت بيها وحكيت احنا مش جايين عشان فلوس، والله ما جايين عشان فلوس، وسيادة المستشار يعلم كده. لا، انا اللي ادري بيه وربنا يعلم، مو سيادة المستشار يعلم. زين، بنفس الوقت احنا جايين نقدم فن هادف. انت الفن ما تكرقص بيوم فؤاد، يعني نعرف رقص مبين، يعني فنك يعني مبين فنك، فخصوصا بهاي المسرحيه انت رايح ترقص بيوم فؤاد، بس ترقص على جراحات فلسطين وغزه والاطفال والنساء اللي تستشهد كل يوم على اثر القصف الاسرائيلي. فيا بيوم فؤاد خانتك اللي بالتاريخ معروفة، أما محمد سلام فخانته معروفة. هذا كان موضوعنا الثاني. طبعا هذه الصورة اللي نتحدث عنها، هذه الصورة هي لليل
غزة، ليل غزة اللي أصبح نهار بفضل الصواريخ والقنابل وكل الأشياء اللي تطلق على غزة وعلى فلسطين من قبل الكيان الصهيوني. هكذا أصبح ليل غزة، هكذا أصبحت غزة الآن. هذه الصورة اللي جاي تشاهدوها. بالمناسبة هذه الصواريخ اللي تطلق الآن هي نفس الصواريخ اللي كانت تطلق في 2003 عندما جاءت قوات الاحتلال الأمريكية الغاشمة واحتلت العراق. هذه نفس الصواريخ التي كانت تطلق ونفس القنابل التي كانت تطلق، تجعل من الليل نهار. فأتمنى أن تدعون إلى أهلنا وأخواننا بغزة، اللي استشهد بعد هو استشهد، يعني هذا له منزلة عظيمة يم رب العالمين، الله يرحمه ويصبر أهله. واللي متصوب أثر هذه القنابل والصواريخ نتمنى له الشفاء، ونتمنى له أنه يعيش حياة كريمة ما بيها صواريخ وما بيها قصف وما بيها كل هذه المواضيع. طبعا مثل ما تعرفون اللي جاي يصير في كل العالم من شغلات وأمور ترفع لها القبعة. شاهدوا هذه الصورة وبعدها نتكلم عن هذه الصورة. هنالك الكثير من الشركات والشركات العالمية مثل بيبسي، كوكاكولا، ماكدونالدز، ستاربكس، ليز حسب ما شفت، برجر كينج، بيتزا هارت، كي اف سي، هواي دوريتوس، زين كل هذه الشركات، حتى نضيف وياهن مطعم بيومي فؤاد نضيفه وياهن اللي قرروا يقاطعوا، زين كل هذه الشركات. انتوا بس شوفوا بالبداية الصورة المعبرة في هذا التصميم او في هذه الصورة اللي رسمها احدهم، انه هذه الشركات الداعمة للكيان الصهيوني كل شركة منهم هي عبارة عن صاروخ يطلق على الاطفال، وبالتحديد في هذه الصورة. يعني حملة المقاطعة اللي صارت حملة رهيبة رهيبة جدا، وفي فقرة ترند تيوب راح نشوفكم ايش قدك وكالات ومطاعم وشركات فارغة تماما ما بيها احد. فهذه الصورة معبرة ليش؟ لانه اللي جاي يصير انه هذه الشركات اللي يجب ان تقاطعوها، وكل شركة اكو لها بديل، كل شركة اكو لها بديل. هسه انا ما اريد اسوي لهم اعلانات، بس كل شركة أكو لها بديل. ليش؟ لأنه هاي الشركات وهذه تدعم الكيان الصهيوني وتدعم يعني الكيان القذر، وحتى مالكيها يعني مالكين بعض هذه الشركات هم أصلا صهاينة ومعروفين، يعني ما يحتاج واحد يحكي ويقول، زين. فحتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع اقول انه قاطعوا كوكاكولا، بيتزا هات، كي اف سي، برجر كينج، ليز، ستاربكس، ماكدونالدز، دوريتوس، وكل هذه الشركات. حتى هذه ما اعرف بعيده هم واحده من الشركات. كل هذه الشركات على شكل صواريخ تقتل الاطفال والنساء. قاطع لا تاكل ولا تشرب بدم أخيك. أتمنى نهائيا أنه يتم المقاطعة. وبالمناسبة أكوريت يعني صار بالجوجل وبهذه بالويب سايت هاي الشركات نزل التقييم مالتهم ونزل ريت مالتهم بشكل فظيع ومخيف بعد ما صارت حملة المقاطعة. نزل نزول يعني مخيف في هذه الشركات. كذلك
آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس هو في مباراة بدوري أبطال أوروبا. طبعا احنا من نحكي بهذه المواضيع صارت أزيد وأكثر في يوم عن يوم جاي تزيد هذه المواضيع. جماهير غلطة سراي النادي التركي رفعت لافتات في مباراتهم مع بايرن ميونخ. يعني قالوا في هذه اللافتات: إذا لم تكن القدس حرة فإن العالم أسير. لقد فقدت الإنسانية ضميرها في القدس. يعني كلام لهؤلاء الجماهير: إذا لم تكن القدس حرة فإن العالم أسير. لقد فقدت الإنسانية ضميرها في القدس. هذا كان آخر موضوع في فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في فقرة ترند تيوب، ولدينا سلسلة من الفيديوهات والمقاطع اللي موجودة في فلسطين وفي غزة. خلينا نشوف الفيديو الأول. بالرغم من القصف والمشهد اللي جاي تشوفوه حاليا من مشهد الدمار والصواريخ والهاي البنايات واقعة حتى يخففون عن يعني عن كاهل هذه الامرأة المسنة الكبيرة اللي أنقذوها من تحت الأنقاض، من تحت الأنقاض طلعوا هذه المرأة وحتى يطوها أمل وما تخاف أكثر بعد خوف الصواريخ وبعد الرهبة اللي صارت، فتمت معالجتها نفسيا قبل أنه ما تتعالج عن طريق المستشفى وهذا، فقرروا انه يغنوا لها ست الحبايب يا حبيبي. هذا اللي نحكي عليه دول الدفاع المدني اللي بغزة وفي فلسطين وكل المسعفين والأطباء والناس اللي موجودة في المستشفيات وكل الأشخاص ترفع لهم القبعة ونحييهم على اللي جاي يسووه. فهذا فيديو مؤلم، مفرح، يوجع القلب، وكل الشغلات موجودة به. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده. مخرجنا: من يتحمل مشاهدة هذا المنظر؟ بل من يتحمل أن يرى ابنه أو بنته في هذا المنظر؟ من يتحمل؟ يعني أتمنى أنه أفهم، أتمنى أنه أسمع منه يتحمل يشوف بنته أو ابنه من الأطفال في هذا المنظر، في منظر البكاء، في منظر القصف، في منظر القتل. من يتحمل؟ ما حد يتحمل يشوف، ولكن فقط في غزة وفي فلسطين لازم نشوف هذه المناظر. زين، طبعا بالعراق احنا شفنا هاي المناظر يعني وعديناها، شفناها من زمان من زمان، من الطاغية لورا الطاغية، كل هذه المناظر شفناها، الداعش للطائفية للحروب للاحتلال كلها شفناها. زين، بس منو يتحمل هسه ب 2023 بعالم السوشيال ميديا والقنوات والعالم اللي صار صغير وهالكبرى؟ منه؟ خلينا نشوف الفيديو اللي بعد مخرجنا. طبعا نحكي وياكم وشوفوا هذا الريت اللي نزل والاسهم اللي هبطت واللي صارت كلش كلش للادنى. زين،
هذا الفيديو. كل هذه الشركات اللي تساهم وتدعم الكيان الصهيوني شوفوا أسهمها بالنازل، أسهمها بالنازل، وخسارات بعد الخسارات، وخسارات مدوية وهبوط بالأسهم بشكل كبير جدا. هذا اللي نتكلم عنه بسبب شنو؟ بسبب شنو؟ لأنهم دعموا الكيان الصهيوني، واللي يدعم الكيان الصهيوني هكذا تكون حملات ستاربكس، كوكاكولا، بعد منو هاي الشركات، منو هاي نستلة همينة، بعد بيبسي ما شاء الله، بعد منو منو يدعم الكيان الصهيوني، هاي دومينوز بيتزا، بيتزا هاوت ودومينوز، عمي والله ما ادري ايش عندكم يا البيتزا، هذا تايد، هاي ستاربكس، ما شاء الله لسهم بالنازل بالنازل، ماكو تريد لك واحد كله بالنازل زين، وان شاء الله طول عمرهم يظلون بالنازل. اي واحد يدعم وساكت عن اللي جاي يصير في غزة وفي خصوصا من هذه الشركات، هسه دومينوز بيتزا، هسه شنو انتوا تدعمون الكيان، هسه تطلعون انتوا صهاينة اصلا زين، انتوا اسرائيليين اصلا زين، دومينوز بيتزا وبيتزا هات وكوكاكولا وما الى مزبلة التاريخ كل هذه الشركات، انتوا ماركاتكم واللي يشترون منكم واللي ما مقاطعكم. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا. شنو هذا المنظر؟ هذا المنظر هو ل يعني تمثيل سووه نشطاء في واشنطن. ليش سووا هذا؟ حتى يوصلون فكره للشعوب ولذول المواطنين انه اللي جاي يصير في غزه هذا، اللي جاي يصير في فلسطين هذا. شوف شلون تبكي هاي المره زين زين، فالرساله وصلت، خاف احد يقول بعد ما وصلت، مراه وبجانبها طفلتها، طبعا هاي المناظر حقيقيه، هاي المناظر حقيقيه، فجاي يمثلوها بواشنطن، يعني هي حقيقيه وصايره بغزه وجاي تصير يوميا، بس جاي يمثلوها في واشنطن امام الماره، امام الناس، حتى يشوفوهم انه يابه هذا اللي جاي يصير بغزه، يا ناس يا عالم هذا اللي جاي يصير في فلسطين، وينكم؟ النايم وينه؟ هذا اللي جاي يصير. فهذا الفيديو مشابه للفيديو اللي عرضناه بالحلقه الماضيه، اللي كان يشوفهم بالتليفون، يعني كان يطلع تليفونه ويقول له شوف زين، يقول له شوف هذا اللي جاي يصير، يعني اكو بعض التعتيم اللي جاي يصير تعتيم اعلامي. لذلك نشكر كل من يمثل هذه الفيديوهات ويسوي هذه الفيديوهات ويوصل الرساله، ولو احنا ما متانين شيء من الغرب يعني كحكومات، بس خلي شعوبهم تشوف ان حكوماتهم ما عندها ضمير، هكذا الحال. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا. قبل فتره معينه صار في تركيا زلزال، العالم كله من شاهد المناظر تعاطف مع الاتراك وتعاطف مع المناظر اللي كانت يعني جدا جدا صعبه يعني، فكل العالم تعاطف ويا هذه المناظر، اللي هو ناس يعني جوا الارض، البيت متفلش عليهم، لو العماره متفلش عليهم، هو الموضوع مو قصد ناتج عن زلزال، فمن الطبيعه زلزال الهي يعني مو بيدي ولا بيدك. فالعالم كل العالم تعاطف مع تركيا، حتى احنا كنا يعني تعاطفنا زين، بس ها بالمناسبه اكو قنوات رياضيه وهذا يعني، وقنوات سياسيه وهذا، وحتى قنوات يعني من كل فن وهذا، خلت حداد وعلم تركيا وعلم سوريا يعني خلوا زين، فحتى مال اوكرانيا، الحرب مال اوكرانيا وروسيا، خلوا علم اوكرانيا وهذا وحداد وهذا زين، بس هسه ما اكيد يعني فلسطين شنو؟ غزه شنو؟ يا علمهم يا شيء يا بطيخ، هاي وجهه نظرهم. فالكل تعاطف مع هذه المناظر اللي كانت،
ولكن الآن بفعل فاعل وبصواريخ الصهاينة هذه المناظر موجودة في فلسطين وغزة ولم يرف أي جفن. زين دولة مو بشر؟ هسه دولة اللي منتمين سياسيا والأفكار والدين عدل دولة مو بشر؟ يعني يعني هذه المشاهد اللي جاي نشوفها صعبة صعبة. خلينا نشوف الفيديو اللي بعد مخرجنا. انظروا من يتحدث بالأخلاق، من يتحدث بالأخلاق؟ ولك لو مال البرنامج والشاشة والبث ما كان نزعتوا بال خلي قوة. أنا متحمل عليكم، هاي قادرين، هاي أنجاس. من يحكي بالأخلاق والأدب؟ أنتوا تردون تأخذوا لبنان وتأخذون مدري منه أنتوا. هو أنتوا غزة مدينة صغيرة عدد سكانها كبير، نعم في منطقة صغيرة، لا قدرتوا تفوتوا لها ببر لا ببحر لا بس قادرين عليها بالصواريخ، لأن تضرب من بعيد. هو الجبان شنو؟ الجبان يضرب من بعيد. زين، فأنتوا أنتوا أنتوا جبناء أنذال، هذا هو، هذول أنتوا. ويتحدثون بالأخلاق، الله يا أخلاق. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مخرجنا. تحية لصاحب هذا الفيديو اللي قاطع هذه المشروبات اللي تقدمها بيبسي ومن لف لفها قاطع هذه المشروبات. هذا ترفع له القبعة. طبعا هذا ما أعرف مين، بالأردن ما أدري وين. طبعا بالمناسبة مرات نطلع فيديوهات نمدح بيها شيء حصل في بلد معين ونتكلم على نفس هذا البلد، بس هو شنو؟ احنا نمدح الشعوب ونتكلم عن السياسيين والحكماء الظلام، حتى تكون واضح. الحكومات احنا نتحدث عنها زين، والحكام احنا نتحدث عنهم زين، بس الشعوب ابدا. كل الشعوب هي مع فلسطين، الاسود اسود والابيض ابيض، كل منطقة انت هنا بخده، هنا موجودة، كل منطقة انت بخده، واضح الكلام؟ واضح. فهذول قاطعوا هذه المشروبات بيبسي وغير بيبسي وغيرها. مخرجنا خلنا نشوف الفيديو اللي بعد هذا. مثل ما قالت هذه الطفلة، احنا قلنا الله بس رب العالمين راح جاي شاهد كل هذه الأفعال وجاي شاهد هذه المناظر. طبعا احنا نقول نتمنى انه معجزة من معجزات رب العالمين ويفتك بالصهاينة زين، بس هذه المناظر اللي تشوفوها وتشوفوها كل يوم زين، اللي موجودة في غزة. ندعي كل الدعاء لأهلنا بغزة وفلسطين على هذا الصمود اللي صامدي، وعلى هذه الروح اللي يمتلكوها. فنتمنى لهم يعني التخلص من هذا الدمار وهذا القصف وهذه الحرب اللعينة، وبنفس الوقت الله يرحم كل الشهداء اللي استشهدوا في أرض فلسطين وأرض غزة. إن شاء الله يعني الله يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وبردا وسلاما على فلسطين وعلى غزة، وتبا لكل خانع، لكل ساكت، لكل جبان اللي راح يذكر التاريخ بس وين؟ في مزبلته، في مزبلة التاريخ. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى ذلك الحين أقول لكم في أمان الله.